مطعم خاص، كل الظروف وفرتها الدولة الجزائرية باش يكون المنتخب الوطني هذا في أحسن الظروف، ومن بعد هذيك تخذلوا هذا الشعب وتخذلوا هذه السلطة وتخذلوا الناس اللي كانت تنتظر منكم الكثير. ومن بعد يخرج لنا القائد محرز أمس يقول لك الضغط الضغط، حنا ماناش البرازيل والصحافة دارت لنا الضغط. يعني أنت في المستوى العالي هذه بتنديك ضغط، يعني بلاطو هذا كامل ما يدير عليك ضغط ولا صحفي آخر يدير عليك ضغط، ما تبقاوش تتحجوا. مستوى كنقص نقص، رحت البطولة السعودية يعني انتهت مسيرتك. لو كنت خم في مسيرتك كنت قادر تلعب في انجلترا وتلعب في اسبانيا وتلعب في ايطاليا.